عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم أنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. الحمد لله رسميا وين أدمنوا الناس يغادر نابولي بعد ما أنشيلوتي كان واقف إدارة، كانوا بيعطوا إعارة، كارييري تهدر، بوريسيا دورتموند تهدر، إشبيليا تهدر، إيفرتون تهدر. هو ما غاديش يعاود يولي لفرنسا، ليل باش يعاود يولي ليل ما يطيحش النيفو، يطلع النيفو، هو النيفو نطلع سيراتي راه ضربها قدام، ما يعاودش يولي ليل، النيفو ما يطيحش. خاطر لا بطولة فرنسية ماهيش بطولة قوية كيما نقولوا كيما اسبانيا كيما الالمان كيما انجليز وكيما طليان، ماهيش قوية بطولة فرنسية، ماهيش قوية بطولة فرنسية، فيها المدارس كبار. كي يقول لك مدرسة مدرسة خويا، كي تقول لك لوهار ولا غرونوب ولا سانتيتيا ولا كيسموها ليون ولا سكوت تهترش. على ذلك أدمن الناس يغادر نابولي، وإن تأكد رحيل اللعاب الجزائري أدمن الناس عن فريقه نادي نابولي الإيطالي. حنا رانا نهضرو حسب الموقع، خاطر لا تولي ما راحش، تولي ما راحش، تولي مازال تابع لهم في الكونترا ويمدوه سلفية. خاطر لا ما إشبيليا أنا والله لا، شوف نقول لكم كلمة والله لا، باه قال لي غادي يسني في إشبيليا، دعوة دارت خاطر قال لي أنا كي نشوف الكونترا كي نشوف منها باش نسنيو باش ولدي يسني. هو المناجر تاع باباه، المناجر تاع ولده، قال لي تنشوف انايا طب 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 طب، قال لي باش يسني، قال لي ما انت نقرا، قال لي نعرف منا قاري سبحان الله يعرف كلش، قال لي نشوف لا دنيير مينيت، قال لي قادر نحبس كلش نحبس كلش. هي الهضره كاينه بزاف، ادم الناس ادم الناس ادم الناس. هو قال لي في اشبيليا، انا باباه قال لي في اشبيليا، راني نقول لكم شكاين، انا باباه قال لي غادي يلعب في اشبيليا، قال لي وين الوكلاء، الوكلاء اللي كيما يقولوا حنايا الوكلاء تاوعو وين، قالوا له في اسبانيا اللعب تاعك يناسبك في اسبانيا وتجي تشيع في اسبانيا. لذلك بوروسيا دورتموند كاين، بوروسيا دورتموند كاين كارياري وكاين اشبيليا وايفرتون، بالك سينياتير ما تنياوش. حسنا بابا قال لي 24 راهي فاتت، قال لي سني، ما شتش انا ما شت والو عند ربي، ما شناش مازال ما بان والو لحد اليوم، ما نعرف حاجه تبقى تبقى حاجه هذيك تبقى حاجه وحده اخرى ما نعرف. وان تاكد الرحيل اللاعب الجزائري ادمن الناس عن فريقه نادي نابولي الايطالي، ووفق للصحافه توتو سبورت الإيطالية، فإن اللعاب الجزائري اجتمع يوم أمس مع وكيل أعماله الذي أخبره بأن إدارة نابولي لا تنوي بيعه. وين نقولوا بلي خرج يعطوا إعارة يعطوا خاتش عليه، هذه البابا قال لنا العام اللي فات الأخرى كسموها بوروسيا دورتموند بغات تجيبه، بصح تجيبه يعطوها عقد، في العقد قادرين يشرو العقد تاعه. نابولي ما بغاش تبيع العقد تاعه، ما بغاش تسني على هذيك، خاطش علاه شادين 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 شادينه من الوسط، بالك يطرطق بالك راه بالناصر ارسنال بيجي يفروحهم، ارسنال بيجي يفروحهم، ارسنال فانجير شي قال لهم على مبولحي، قال لهم الغلطة اللي درتها مي وخرت مبولحي من الفريق. هاك تشوف زاد فانيك بن ناصر طرطق لهم، دروك هما نابولي، نابولي انشيلوتي عنده بروجي، بروجي مستقبل تاع من يقول لك حنا نمدوه، هما ماذا بهم كيما قال لي بابا، قال لي ماذا بهم يلعب في طليان في كارياري ولا اوندينيزي ولا، قال لي يلعب غير في ميدور كيما داروا فيغولي فالونس دمرت فيغولي في اسبانيا، بزاف داروا لهم كيما هكا، بزاف لاعبين اللي يسلفوهم ويعاودوا يردوهم قد ما يقدر بروحو يعاودوا يردوه.
على ذيك شادينه من الوسط خايفين طبيعوا قد ما شاء الله يولوا يحظوا في سنانهم في يديهم وين يمتلك آدم للناس كثير من العروض للرحيل عن نابولي وأما أهمها نادي إشبيليا الإسباني وإيفرتون الإنجليزي وكارياري الإيطالي. يعني آدم للناس نجم نقولوا بلي لعب مارادونا هذا سبحان الله في البنك مركا تروابيت في البنك قاعد في البنك مركا تروابيت هذه قام كاش تصرع غير مع الكبار يدخل نعقلو غير روجي ميلا كان في 94 كانت عنده 41 عام مش 94 لا مش 94 في 90 وين الكاميرون كلبت احسن جيل تاع الكاميرون عندها احسن جيل في 93 وعندها تاع 2002 احسن جيل روجي ميلا نعقلو مليح في 90 انا كانت عندي 16 نعم نعقلو مليح عندي 15 نعم 16 نعم نعقل له مليح روجي ميلا كان يدخل 10 دقائق تالية ماركي وديك الركسة تاعو هذيك الركسة تاعو حنايا شلنا روجي ميلا كبير دارها بصح أنا من بعد قعدت نشوف صوت آدم للناس يديرها في البونك قاعد راقد عاطينو بطابلة كاجي كيما هكا باراسو قاعد تيقول له دخل ماركا 3 بيت مارادونا هذا هو مارادونا تروا بيت مع البيناتي كاب بيت ربعت عليه بيت راقد مقيل داير نني هذا ادم الناس كان داير نني راقد ماركا كات بيت بالبينات نحسب له انا بيناتي لا بعد ما انا نحسب له كات بيت ماركا باش يكون على بالكم باش يكون على بالكم اليوم عندنا لعبه ماشي بعد حاسبين نتوما محاسبين ازعق اولا عنده شو عنده بوروسيا دورتموند عنده ليل عنده موناكو عنده اشبيليا عنده ايفرتون عنده كارياري عنده اونديليزي عنده نابولي عنده ثمانيه تاع لي زيكيب نابولي ماشي باغيه تمد العقد تاعو ماشي باغيه تبيعه نابولي العام اللي فات بوروسيا دورتموند ما بغاوش بايعو معاهم ما بغاوش يمدوا قال لك لا حنا نعطوكم نسلفو لكم بصح باش نبيعو لكم العقد ما نبيعوش العقد بقاش عندهم في العقد هذه هي حنايا ان شاء الله بربي نقولوا بلي ادم للناس انا باغي نشوفه في اشبيليا انايا ولا ايفرتون خاصه اشبيليا نشوفه ان شاء الله بربي نشوفو في البطوله الاسبانيه إشبيليا فيها عندها الشخصية تاعها عندها تقاليد عندها لاعبين لا بأس بهم يلعبوا عندهم مستوى مع اللي هو فينيك لعاب كبير وكان أنشيلوتي العام اللي فات كان يدخله كان شنا كيفاش كان البيت تاعو اللي مركه من الكارونت تلقاه تاع ميغار تريبلا وطلق نورمالمون ذاك البيت هذاك يشفع عليه يلعب تيتيلان شنو ولا يدخلو غير ربع ساعة التالية ولا يدير التير ربع ساعة التالية يدير لاتير وكانوا أنصار تاع نابولي كانوا يعايروا في أنشيلوتي يقولوا له هذا لا ما تلعبهش هو هذي اللي مخايفين إدارة تاع نابولي وأنشيلوتي قاضبينه من الوسط خايفين لا يطرطق لهم يطرطق يبيعوه يطرطق في كاش إيكيب باش يكون على بالكم برك حتى حنا نتمناو ان شاء الله بربي تكون كيما يقول لك انطلاقه تاع ادم للناس سنه ان شاء الله خاطر عليه راه في وقتها 20 عام راه في وقتها صايك راه مقلع راه جاي في وقتها صايك ما بقاش الوقت راه جاي في وقتها صايك هذه انطلاقه تاعها ان شاء الله بربي انطلاقه تاعو سنه ان شاء الله انا على ذيك ادم للناس راه في التدريبات تاعو في التحضيرات تاعو مازال ما بانتش السينياتير مازال ما علنوهاش راهي ديجا راك سموه بن ناصر راه في سيمانه هو سيمانتين فات في كيما يقول لك فحوصات طبيه في نابولي في ميلو تاع اليوم باش علنوها تاع البارح حنايا
مازال ما علنوهاش، بالك في اشبيليه، بالك منا بالك منا بالك منا، ما بغيتش نحشم، ما بغيتش نعيط لبابا بزاف، بصح شتي لا نقول لكم باللي غدوه ان شاء الله يكون الخبر عندي ان شاء الله ربي، غدوه ان شاء الله يكون يعطيني خبر. هذه هي، وتحيه للجزائر، صحيتو.